وترك الجماعة بعذر المطر إذا اشتد فصار مؤذيا ولا يتمكن معه من الذهاب إلى المسجد هو عذر شرعي، وهو الذي ينادى عنده الصلاة في رحالكم. ولهذا كيفيات، فوردت روايات بجواز قولها بعد الحيعلتين وبعد الانتهاء من الأذان كله وبدلا من الحيعلتين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فلو كان شديدا جدا بحيث لا يتمكنون من الذهاب يمكن أن يقول المؤذن بعد الأذان صلوا في رحالكم، أو أن يقولها بعد الحيعلتين أو بدلا منها صلوا في رحالكم. وقد أجاز أهل العلم الصلاة داخل السيارة إذا لم يتمكن من الخروج منها، كما وقع ذلك في هذه السيول التي حاصرت السيارات، فربما لا يتمكن الناس من الخروج منها، وقد يتمكن من الصلاة على سقف السيارة وقد لا يتمكن. ومن عجز عن الركوع والسجود على الأرض يقوم عليها ويجعل ركوعه أقل إيماء من سجوده، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فقد يتمكن من الصلاة في الأرض وما حوله طين ووحل لا يستطيع السجود عليه، وقد يستطيع الركوع دون السجود. وهذه الأحوال نادرة ولكنها تحصل، وقد رأى الناس من السيول أمراً عجيباً، والصلاة في مثل تلك الأحوال جمعاً وجيه. فماذا تقول في حال ذلك الرجل الذي جرفه السيل فيسر الله له شجرة تعلق بها 10 ساعات لا يستطيع مفارقتها، وهو يرى أمامه الجثث تتتابع في السيل والسيارات وهي تتقاذف بها الأمواج وهم يستنجدون فلا ينجدون، فيرفعون أياديهم وأصابعهم بالشهادة قبل الموت وهم ذاهبون. فمثل هذا كيف يصلي؟ على حسب حاله. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا حرج في هذا الدين، والحمد لله رب العالمين. وإذا صار المطر يبل الأرض والثياب جاز الجمع في المساجد فيجمعون، وكذلك إذا صار الوحل محيطاً بالمسجد لا يستطيع إتيان المسجد إلا بالخوض في الوحل، فهو جمع ولو توقف المطر. وكل أهل حي وجماعة مسجد بحسب حال مسجدهم، فربما يوجد تصريف في حي ولا يوجد في آخر. والأصل في جواز الجمع بين الصلاتين في المطر أن يستمر المطر بعد الأولى إلى الشروع في الثانية، ويكون مطراً يبل الأرض والثياب. وهذا المطر له تأثير في أحكام الزكاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً، يعني يشرب بعروقه من غير سقي، العشر، وما سقي بالنضح أي الآلات والبهائم نصف العشر، رواه البخاري. وإذا كان في بعض السنة هكذا وبعض هكذا فثلاثة أرباع العشر. وكذلك فإن المتضررين من الأمطار والسيول الذين ذهبت ممتلكاتهم كما حصل في سيول جدة مثلا، فقد ذهب لبعض الناس البيت والسيارة والأثاث والثياب وبطاقة الصراف وإثبات الشخصية، فلم يعد يملك شيئا حتى ما يثبت أنه فلان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أصابته جائحة في ماله فيجوز له أخذ الزكاة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش،
وقال مجاهد رحمه الله: ثلاثة من الغارمين ورجل ذهب السيل بماله. ويجوز الاستظلال من ماء المطر بملك الغير دون إذنه، يعني كمثل شرفته وهو في الشارع تحت الشرفة مثلا أو تحت سقف الباب. وأحكام المطر كثيرة، ومنها أن من عجز عن المبيت بمنى بسبب المطر الشديد سقط عنه، وإذا عجز عن الرمي في يوم لشدة المطر إذا استمر فإنه يجمعه مع اليوم التالي. وهكذا له أثر أيضا في البيع، وله أثر أيضا في أحكام متعددة. وإذا انزلقت السيارة بسبب المطر فقتلت فلا إثم على صاحبها، لكن عليه الضمان حال التلف، وهذا قتل خطأ لا إثم فيه. وعند نزول المطر ينبغي قيادة السيارات بهدوء وروية، لأن التعجل في ذلك قد يؤدي إلى قتل يشبه العمد، لأنه نوع من التهور. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك، وأن تغيثنا بغوثك، وأن تنزل علينا بركاتك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هاديين مهديين. اللهم اغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.